غير الدنيا اللي انت سبتها، وبتوع الموت بكرامة اللي زيك خلصوا، وحبايبنا اللي عايشين برخيص مفيش اكتر منهم. يتوب علينا ربنا. عايز حاجة يا بدران يا اخويا؟ قول لي يا خميس، وناوي على ايه بقى ان شاء الله؟ وانا وراه غيره على المزاج طبعا. اقسم بالله العلي العظيم يا خميس، لو وقعت في ايدي تاني ما هتفلت من حبل المشنقه حتى ولو بالطبل البلدي. ايه يا بيه، ايه يا بيه، دماغك راحت لفين؟ انا اقصد المعسل. هو المعسل دلوك ما بيوصل لحد المشنقه؟ ده المزاج الخير. بقول لك يا خميس، انت عارف كويس قوي ان انا ممكن البسك قضيه وارجعك السجن تاني، وبحاجه تافهه قوي، شويه السلاح اللي بره دول اللي من غير ترخيص. انت بقيت تقيل قوي يا بيه بعد التربيه. مش بقول لك لابس توب مش مقاسك، دي حاجه تفوت خميس افندينا برضه. السلاح كله مرخص يا بيه للدفاع. مواويد بايد يا سعاده البيه في الايام الصعبه دي. اقعد نضيفوك. شربوا حاجه يا اولاد، جلوكوز يا جمعه. يا الف ليله بيضه. شاكرين يا رجاله، نجيبكم بالافراح. الخال رجع والحس رجع للبيت من تاني. بالحضن يا غالي، بل ريقي ورد فيا الروح. طبطبي يما، طبطبي يا حبيبي يا ابني. ما فاضي تراب الظلمه من على كتفي. ما حسيتش اني كنت مسجون الا دلوقتي، ولا سمعت صوت الرصاصه الا هنا. الحمد لله ان ربنا نجاك. انا قلبي اتخلع لما سمعت الخبر، بس برضه ربك حنين ورحمته سابقه قضاه. ما تصدونا بقى من الكلام اللي ملوش عايزه ده، الله خلونا في الفرح اللي العيد اخواننا. يا حبيبي يا ابني. كرابة؟ انت لسه خرصة؟ ما لا في الساعة ده ابو جمعة، انت لسانك سابعك على طول كده. تتحكي لغات، تعالى يا كرامة. بلاش محن يا بنت، انا ما احبش النسوان لما تقوى. سيبيها يا اما تعضل. مراته يا حاجة، سيبها تفك عن نفسها شوية. بلا محن حريم، مش قادرة تستنى لما يتقفل عليهم باب، ولا خلاص الزبدة ساحت على الساق. والسما اتحرقت يما، واللحمة استوت، وطالبة أكال. اتحشم يا واد. يا ألف حمد لله على السلامة. شوق مراتي هي اللي كانت بتخفف عني مرار غيابك السنين اللي فاتت دي. نورت بيتك يا سي خميس. نور بيك يا مرات الخال. قال لك اسمها شوق. شوق. ها قربي يا شوق، حبي على ايد كبير البيت. حب على ايد افندينا شو؟ لا اله الا الله. لا مؤاخذة. وماله ما يضرش. خميس تعال اقعد على الكرسي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. للأسف يا فندم مفيش فايدة، الدنيا بقت مشبكة بتعطيها قوي وكأنها لازقة في غيرها. ما تعرفش يا فندم بتطلع منهم بجملة واحدة مفيدة، كلامهم كله كأنه شريط وبتكرر على لسان الكل. التجار اللي ملعينة خميس والنوح وغيرهم
حاطين نفسهم في دايرة مقفولة، محدش يعرف مفاتيحها غيرهم. كأنه دستور يا فندم، كلهم متفقين على كمودو، وأيا كان الخلاف بين أي فرد أو أي حد في المجموعة دي، محدش بيعرف يخرج عن القانون ده. دستور ساري بين الكل. مهما اختلفت أشكالهم ولا ميولهم، كلهم واحد. وده يا فندم اللي بيخلي وقعهم مش سهل خالص. لكن مش مستحيل. وعلشان كده إحنا هنا. والكراسي اللي إحنا قاعدين عليها دي شرف لازم نستحقه ونكون قد مسؤوليته. ومهما كان خميس أو غيره من التجار فاكرين نفسهم أذكياء أو حتى أقوياء، مهمتنا إن إحنا نرميهم تحت رجل القانون، وساعتها بقى ميزان العدالة يتحقق. يا رب يا فندم. معقول نسيكي يا فاطمة؟ نسي ضفايرك اللي كان بيعكسك بيها، ولا شنطة مدرستك اللي كان غاوي يجيبها لك؟ ولما اسأله ليه يقولي عشان تفتكريني وانت حضنها. انا كبرت يا خميس وتربيت على حواديت بسمعها عنك. يا خوفي لا تكون نسيتني ويا كل اللي اتنسى. يا رب. بيتش شربية ما قالت إن ليلتنا بيضة، ومن مميزات الليالي البيضاء إنها مش محتاجة كلام، ليها لغة خاصة بيها، لغة عالمية. قربي خديها. محتاج وقت عشان افتكر لغة الإشارة. طب خلاص 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 ما تزعليش، خلاص قوليلي عايزة تقولي ايه، بس واحدة واحدة. ها أدا ده السجن، ولا في السجن كنت عايش ازاي في السجن؟ مسجون، مسجون بين أربع حيطان يا ولده، وسط وشوش كئيبة، إنما أيامه عدت. بقول لك ايه بقى، واحنا بقى الكلام في اللت والعجم دي ليله، سلام، دي مش ليله خميس وهتتضرب، لا دي ليله بعد 7 سنين وجاف. ولا انت ناويه بقى تقطيها قطع ارسال صوت وصوره؟ ها وحشتك. يتوب علينا ربنا. صدقي وتؤمني بالله، قولي لا اله الا الله. هي دي لا اله الا الله؟ حلو، دي حكايتك يا كرامه، شبه كل الحاجات الحلوه اللي الواحد اتهرب منها. بيقولوا في السجن ايامه بتعلم الصبر، وانا اتعلمت السكات، بقيت ساكت زيك كده. انما خلاص أيام ولت. العب رست 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 في هذا المكان. بس ما تخميش. كنت فاكرة انك هترفع راسي وتنصفني قصاده، بس هو انت كده دايما تيجي قصادهم وتجيب ورا. اختك عايزة تكسرني وتذل نفسي. مرة حبي على راس الغندورة، والتانية حبي على ايد افندينا. والله اعلم بقى المرة الجاية هحب على رجل مين. مالك يا راجل بتبصلي كده ليه، زي ما اكون مجنونة ولا بقطع في شعري؟
لما تلم العيال احسن وتزقلوني بالطوب. اهدي اهدي يا شوق، عملها مش مستاهله. كرامتي مش مستاهله عندك يا راجل. انت مش حمل ضاويه ولا حمل سماها ولا حد في الكون ده كله حمل جزه من نبا. انت اللي مخك مقاس رجليكي ضيق وعايز له قالب، معرفتش تكسبيها، خليتيها تحطك في دماغها، ويا ويل اللي ضاويه تحطه في دماغها. وانا بقى روحي في مناخيري، والاسطوانه المشروخه دي مش عايزه اسمعها تاني لاني مش طايقه نفسي وممكن اهج في اي لحظه. ايه اهدي اهدي يا عبيطه، اما مخ حجر على جسم ملبن. بص بقى انا فاهمك، ضاوية دي تتمنى تقلعي لها عين ولا انك انت تمس خميس بكلمه واحده. لو انت بقى عايزه تعيشي في سلام لازم تكسبيها، وعشان تكسبيها لازم توطي وتحب على ايد افندينا. ليه؟ ده انا على ذمه راجل. بقول لك ايه؟ ما تدخليش عيشه في ام الخير، الله تيجي غير دي. خميس ده املنا كلنا. املنا عشان نرجع تاني ملوك الصنف، ونقدر نقيم راسنا في السوق، ونرجع بيتنا اللي اتاخد غصب، وخلانا نضطر نلعب في القطاعي اللي راحت عليه، وخلانا نستحمل رزالة زبونه. عرفت بقى قيمة أفندينا؟ عرفت. هاتها جمال يا رب. ما تخافش يا معلم، أنا مش عفريت، أنا مطرة. مطرة؟ وإيه اللي معاك في الضلمة كده يا مطرة؟ مستنياك يا معلم. وجوزك لسه بره؟ لا، طارو هو اللي لسه بره ومرجعش لغاية دلوقتي يا معلم. أنا بكلمك على جوزك براء. وأنا بكلمك عن جوزي غريب. بقولك إيه يا مطرة؟ اليوم كان طويل وكله بلاوي، ودماغي فيه اللي مكفيه، يعني مش ناقص زن. هو مش النهارده برضو كان يوم خروج اللي قتل غريب؟ صح كده ولا انا غلطانه؟ انا عملت اللي عليا، هو اللي لسه ليه عمر. عملت ايه يا معلم؟ بعت له عيل خيبان يطخوا عيال في الزحمه، ويا ريته نفع، وجاي اخر الليل تنام ولا كأن ابنك راح منك. كنت عاوز اعمل ايه يا اختي؟ ابعت له ابني التاني واقلبها مجزره عشان اخسره هو كمان؟ ما انت بعت اخوه قبليه. انت بتقولي ايه يا مطرب؟ اسمع يا معلم، انا دخلت بيتكم بالمعروف، وهخرج منه برضه بالتراضي والمعروف، وكده احسن للكل. الظاهر ان طيبتي وحنيه قلبي خلوا عقلك يفوت عشان لسانك يهرفض بكلام زي ده. يا معلم، انا وبراء عمرنا ما كنا متجوزين. لا هو قادر ينسى ان انا مرات اخوه، ولا انا قادر احب فيه اللي حبيته في اخوه. ازاي بس هنعيش مع بعض زي كل الناس يا اختي ما عايشه؟ لا انت ولا هو اول ناس يعملوا كده،
وده اخر كلام عندي، يعني مش عاوز اسمع كلمه زياده. فاهمه يا مطره؟ فاهمه؟ اسمع على خير يا مرات ابني. لا اله الا انت سبحانك، اني كنت من الظالمين فاغفر لي. لا اله الا الله والحمد لله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ادخل يا ابو سنه. انت لسه صاحي حاجة؟ اقفل الباب وراك وتعال. غريبة، أول مرة يعني تعدي معاد نومك. مستنية أصلي العشاء، ما جاليش نوم. مش بيقولوا العيار اللي ما يصيبش يدوش؟ يجيلي نوم إزاي بقى وصوت العيار اللي استقبل ابني قبل مني لسه بيرن في وداني؟ ومين قالك إن إحنا هنعديها يا حاجة؟ أيوة، والرد لازم يكون فوري، وأي قسط هيشجع الكلاب دول يعوا وينهشوا في لحم سيادهم. خميس لسه خارج من السجن يا حاجة، مش عايز أورطه في مشاكل وحواديت. سيبوا خميس على جنب، خليه يشم نفسه شوية. ماشي حاضر، أمرك يا حاجة. بقول لي يا أبو سنة. نعم. إحنا عايزين نخفف شوية البيع بالقطاعي، له وقته وله من قيمة خميس. ماشي يا حاجة، والله أنا كنت بقول كده برضو. إحنا نعمل حسابنا إن إحنا نجمع له القرشين اللي خلوه يقف على حيله في السوق، وإذا عجزت معانا ناسنا وأهالينا اللي في الصعيد مش هيسيبونا. عين العقل. ومن بكره ان شاء الله نخف بيع القطاعي. ماشي يا حاجه، امرك. اسيبك بقى عشان نصلي العشاء. ادعي لنا يا حاجه. ربنا ينجح مقاصدكم يا رب. هاتها جمايل واعدل المايل يا كريم. بالاذن يا حاجه. مع السلامه يا اخويا. ربنا ينصرك يا خميس يا ابني، وما يفرحش فيك عدوي. يا مطني، الزوز فين؟ مريم نكلمه على المحمول بتاعه ما بيردش. اشوفوا لي فاني داهي. وقول للرجاله تجهز عشان في قاعده بكره. يلا اغفى. يا كرامه مالك؟ خميس؟ ايه ماله؟ لا مش فاهم انت بتقول ايه؟ بتقول لي جنان.